خفيف مواضيع انت خفيف ما هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع انت خفيف ما هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف تعبني قلبك مع الحزات أتعبني يا ما نصحتك وقلتلك كانك تحبني ابعد عن الشر يا عمر وغني له نصحتك يا ليت تسمعني وتراعي لا تشتكي لي هليلة تلوي لزراعي هذا الوفا والصراح اساس يا طماعي وويلي قلبك من الضاعك يا ويلو اذا نصحتك يا ليت تسمعني وتراعي لا تشتكي لي هليلة تلوي لزراعي هذا الوفا والصراح اساس يا طماعي وويلي قلبك من ما نصحتك وقلت لك كانك تحبني ابعد عن الشر يا عمري وغني اهلا يا هلا يا هلا يا هلا ميري كريسمس يا اولاد يا اهلا وسهلا بيكم ونتمنى تقضوا وقت حلو وتتبسطوا عندنا النهارده في اربعة شارع شريف وتشوفوا حاجات جديده ومختلفه النهارده عندنا اكلات حلوه قوي مع منامين واهلا وسهلا عارفه انت دي ايشي فان 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 لا بيتيت ماريونيت فريدو جاكو برضو اي حاجه فرنساوي ايه الحلاوه دي يا فوشياتك ايه انا قلت حاجه انت قلت لي ماشي لا ده انا كنت بهزر ما انا عارفه انا بهزر حلو ستي ثلاثي يا منامين مش سهله انا اللي عملتيه النهارده في مؤمن وتكاشي والكلام اللي قلتيه له انا لن انسى هذا الموقف في حياتي انا مش مصدق نفسي يا جدعان منامينه طلعت مقطعه السمكه وديلها برضو انا قلت اللي بيضحكوا فوق ده اللي هو انا يا جماعه انا ماليش دعوه اوكي ما اعرفش انا حقكم عليا حقكم عليا يعني انت قلتي كلام انا اول مره في حياتي اسمعه ما بقتش فاهم ايه ده ده بني لغه لو عندي طب عملنا ايه النهارده الاكل؟ عاملين النهارده لسان عصفور في الفرن بالفراخ يعني فرخه كده لذيذه زقنتوته وعاملين سلطه جزر بالبصل الاحمر والكيكه الشوكولاته باللبن الرايب اللي بعملها كل سنه
اظن خلاص حفظته. هابي نيو يير. هابي سنه حلوه عليكي، سنتك فشه زيك ان شاء الله. منوره يا روح قلبي. بعد ما نخلص الحاجات الحلوه دي مع منامين، وعندنا استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب، بعد كده بتطل علينا وحكايتها العظيمه ست سعاد سليمان. اهلا وسهلا. فرالي جاكو؟ لا. عارفها؟ لا. في أغنية كانوا بيغنوها للأطفال وعشان يناموا، البيبيهات بالليل يعني، فرار جاكو فرار جاكو دورميفو دورميفو. مش مشكلة، نام يا سيدي نام، نام واذبح لك جوزين حمام، واذبح لك جوزين حمام. هي دي مالها، هي دي مالها، هي دي. ما عجبكش ليه؟ لا مش عجباني. ليه؟ عجباني طبعا يعني، بس العيل الصغير هنقول له ذبحنا لك جوز حمام، الواد هيطلع معقد. انا اضحك عليك يا حمام يعني لما شريفي ينام. ماشي 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 يا ولد العام. ماشي، هتكلمي عن ايه النهارده؟ نتكلم النهارده عن رامبو. رامبو سيلفستر ستالون. الشاعر، لا الشاعر الفرنسي العظيم رامبو. رامبو بس مش بتتنطق كده، ارثر رامبو. رامبو؟ اه عشان فرنساوي، عشان فرنساوي. رامبو او رامبو حاجه كده. رامبو 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 امبو. منوره. طيب النهارده بعد سعاد عندنا عرض ازياء، هتشوفي حاجات حلوه قوي. هو منقسم الى اثنين. الديزاينر النهارده معانا شاطره قوي، عامله حاجات كاجوال تنفع الصبح وتنفع كاجوال شيك، وعامله حاجات سواريه حلوه قوي 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 وسهله كده وبسيطه وكلاسيكيه وحاجه كده هتتبسطوا منها. معانا النهارده لاول مره مصممه الازياء استاذه فرح البربري. اهلا يا فرح. اهلا وسهلا. اهلا بيك. منوره. ثانك يو. مشرفه. ميرسي. الطقم ده انت اللي عاملاه؟ ايوه ايوه كده من اولها، لا يكون باب النجار مخلع ولا حاجه، والبارتو اللي ورا برضه انت تحفه. ايوه. عاجبني قوي الموضوع ان انت عامله سواري وكاجوال، ودي حاجه صعبه قوي مش سهله. دي حقيقه. اه احكي لنا ليه الاثنين؟ دي حاجه تحسب لك طبعا، بس اغلبيه الديزاينرز او المصنعين بيلاقوها عن يا ده يا ده. ما عرفتش اختار واحد، بحب الاثنين قوي. ايوه كده. فما قدرتش الصراحه اتحيز لحاجه واحده بس. فعملتي الاثنين وعملتيهم بصراحه يعني بكواليتي عاليه قوي. هنشوفهم بقى النهارده في عرض الازياء. اهلا بيكي. مدام في عرض ازياء يبقى اكيد بنات الشارع الحلوين جايين النهارده كلهم منورين. اهلا اهلا. منوري. هلو. اهلا اهلا اهلا. انت مالك واقفه كده حزنانه؟ لا مش حزنانه، انا عاوز اسال سؤال. اه اتفضل. الديزاينر الكور اللي هناك دي عماله تلف ولا حد بيلففها من فوق؟ لا هي فيها موتور ببطاريه. لا هتهزر يا شريف. روحي شوفي. هصدق. وانا اهو والناحيه الثانيه بقى. يا انت سايبه كل ده؟ لا دول من ساعة ما اشتغلنا بيلفوا. انا في الايه بيلفوا. اه ازاي بقى؟ خلاص سكتوا. سكتهم؟ لا ما سكتوش اهو. اهم سكت. هو انت مش عايشه معانا في الشارع وشايفاني قبل ما نبتدي نشتغل قلت يا ايهاب لف الكور؟ هيفضلوا يلفوا من ساعة ما اشتغلنا؟ اكيد لا. بس معلش حضرتك ما انا مينو. انت هتفضلي قاعده ابص لهم كده ما دختيش؟ ما شاء الله ما شاء الله. انت بتلف دلوقتي مع نسمع الاغنيه اللي جايه، وخلينا نرحب بمزازيكي مع مطربنا الجميل وعندليب الشارع حسام حسني. اهلا وسهلا. اقول لها ان انت بتدوس على الزرار يلف وتدوس على الزرار ما حصل اهو حصل. انت هتفضلي باصه لهم يا حاجه هرسوح. لا انا معاك معاك ومعاهم. والناحيه الثانيه فيه هشوفها. ازيك يا حوسو؟ ازيك يا حبيبي؟ لقيتك بقى شيك قلت اتشيك زيك. ده احنا بنتعلم منك يعني. والبس بقى الحاجات الحته الزفره زي ما بقول. ايوه منورين. هنسمع دلوقتي نشيد يوم الثلاث. يلا بينا. يلا نسمع نشيد يوم الثلاث وبعديه فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم مع منامين، وهي طبعا لقيت الكور بتلف فهتغير فهتلف اكتر في الاغنيه اللي جايه. مزيكا يلا.
الشباك ولمحتك يا جد بعدها وياك ما تقول يا جد تحت الشباك ولمحتك يا جدع بعدها وياك ما تقول يا جدع اتعدت قصاد البيت اتعدت قصاد البيت ابوس رجليك ما تبص لفوق وتطف الشوق امان عليك بص وتكلم وتنام يا جدع اه يا سلام شعرك سلام جمال حلو في الفرنسا شاور لي وبصلي قلبي بالزمان بسرعة بقيت مليل حلو في الفرنسا شاور لي شاور لي وبصلي حلو في الفرنسا شاور لي وبصلي والقلب بالزمان بسرعة بقيت مليل حلو في الفرنسا شاور لي شاور لي وبصلي على ورقين كل دلع على ورقين كل دلع مين يرضى الصل دايع على ورقين كل دلع انا لا حلمي ولا بيدي الا الغوايش اللي بيدي انا لا حلمي ولا بيدي الا الغوايش اللي بيدي ست الكل تعال يا زميل مين يندهن لك مين واحنا معانا الفل بتاع الرمان رمان اكتبلك بص علينا وطل العرية يا ولا والغنية يا ولا اشتقنا يا ولا اه يا ولا يا ولا الحب يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا يا ولا ارحمني يا ولا شكرا. 14 20 14 20 اهلا اهلا ومن امين النهارده معانا مشرفانا منورانا واخد اجازه مننا هتقعد كده ايه تريح شويه اسبوعين هترجعي لنا امتى ان شاء الله 5 يناير اوكي أجازة سعيدة انبسطي ده ده عايزة المخ يفسي كده ايوه صح معلش هتوحشوني قوي قوي هو اسبوع واحد اللي هتغيبيه لا اتنين وتلاتة كمان لو حسبتها بقى ليه كمان ليه كمان يا بني هتلاقي تلاتة انتي ما صدقتي سيبينا ولا ايه بتتكلم كده ليه يا ولاد هتلاقي تلات وتلات وتلات تلات تلاتات معلش طب رشحي لي مين من الشيفات يجي مكانك كلهم يجوا في كل المجموعه تبقى يوم الثلاث يعني ايه كلهم مع بعض لا انت قولي لي اسم ينوب عينيكي في يوم الثلاث امال جلال ما يا ريت اه ده انا عايزه اتوب عنكم كلكم
ها ربنا يديها الصحة، بنبعت لها سلام. انت انت اختار. انا سايبة امال اي لاف يو. يا رب جميلة، سايبة لك الاختيار. طب كل ثلاث نديه لحد ولا حد واحد الثلاث ثلاثات؟ لا كل ثلاث لحد ما نثبتش. خايفة يتثبت ياخد الجو منك. ممكن طبعا. طيب طيب شيف يوسف جميل، انا كلمته. بقى كويس؟ لا تعبان، بيقول لي تعبان قوي من مين. طيب نجيب مكانك مرة أميرة فهمي، مرة أميرة حسن، ومرة منى صباحي. مرة فين منى؟ منى ما بتجيش بقى. يعني هتقلل شوية عشان عندها شغل. ومرة أنيسة، مرة دعاء العطار. كل دول؟ ما هو أنا لو أنا جبت حد أكون جيت. ما لا وأنا هديكي إجازة بقى ثلاث أسابيع تانيين. تاني كمان؟ ممكن تيجي لنا بالكورونا والحاجات دي فتقعدي في البيت لغايه لما نعملك تحاليل. ما كلهم بيجوا من الحتت دي من بره مكرونين. ايه؟ ربنا يستر يا شيف، انا بخاف. لا ولا احسن تروحي تزوري. لا ولا حاجه خالص، انت خوافه. خوافه قوي في الحاجات دي. ليه يا حبيبي؟ بخاف قوي. العمر لله يا حبيبي. انا العمر واحد والرب واحد. العمر واحد والرب واحد. لا مش بخاف من العمر. العيا، التعب، الحاجات، الدواء، الدكتور. بس لا انا بحب الدكاتره قوي. لا عارفه ليه؟ عشان الدكاتره بنروح لهم تعبانين بيخففونا في الغالب يعني. في الغالب. يعني لا في الغالب ربنا يخليهم ويبارك فيهم ويديهم العلم النافع اللي يشفي الناس كلها. زي ما انت بتعملي الطبيخ النافع كده برضه. طبعا. انت بتعملي حاجه فيها منفعه للناس. وبنوفر لهم على قد ما بنقدر. بهذه المناسبه ما هذا؟ ده يا سيدي طاجن لسان عصفور بالبسله والجزر وبالفراخ يعني. ما قطعتش الفراخ بدل الديك الرومي. لا ما حدش بيجيب ديك رومي دلوقتي. ديك رومي بقى فظيع. بكام؟ لا 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 طب استني بس نقول الحاجات وبعدين نقول. عاملين ايه ده؟ ما انا بقول لك ده طاجن لسان عصفور بالفراخ. وده؟ ودي سلطه جزر بالبصل الاحمر. اوكي وده؟ ودي كيكه الشوكولاته باللبن الرايب بتاعه كل سنه. شكلها حلو، انا اللي مذوقها بصراحه. جميل. لا الذواق حلو. شكرا. هو دي كرومي بكام انت سالتي؟ لا ما سالتش. انا من سنتين كان يقف بحوالي 800. تشوفي بقى دلوقتي هيبقى ب 1500. مش ممكن. عننا ما اكلنا ديك رومي اصلا. لا طبعا. ايه ديك رومي يعني؟ ليه يعني؟ انا ما بحبوش على فكره. ده بيقول لك حتى لا مش كويس، مضر. ليه بقى مضر؟ يطلع لك يطلع لي ريش. هو مش مضر. بصوا الحاجات الغالية ناكل ديك رومي ممكن يطلع لنا ريش، ما تجيبوهوش. والبط غلي كمان. ما تجيبوهوش برضه. حقيقي. الجمبري كمان. لو كانت هيطلع لك شنبات. شوارب. شوارب. حاجات دي واحنا ما ناكلهاش. وهندفع فلوس كتير على ينتهاز. لا دي كلها منظر. انا اعرف. خلينا في الحاجات الحلوه دي. مالها دي؟ مالها الفرخه دي؟ اهي. فيها وركين وصدرين. يعني اربع انفار. كل نفر هياخد ربع. لا وكمان ممكن تتقطع نسايل نسايل و اهو معاها السلطه ومعاها الكيكه. طب انا هسال سؤال، يعني انا في بيتي لو انا عملت الطاجن ده مع سلطه خضراء ايه يعني؟ مش هنشبع؟ لا هنشبع. مش هتعملي اكتر من كده؟ إيه انا بقول اكل عاديه يعني. هو الناس بتعمل ايه غير كده؟ لا بيعملوا ممكن حاجات تانية بقى في العزايم يعني. لا لا انما الـ 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 الاكل اليومي كده. عزايم دي ناكل فيها حاجات بسيطه كده دلوقتي. يلا عايزه ايه؟ هنبتدي بال بس الفلوفر ده حلو بجد. بجد انا جبته عشان الفوشيا. ما انا عارف بحب الفوشيا. صناعه مصريه صح؟ فيري نايس. من اجمل. انت ابتديتي تلبسي مصري، انا ملاحظ. شطوره. بلبس مصري. شطوره. من الالوان الجميله جدا. في محل بقى لو عليا طبعا اقول له اسمه بس هو ممنوع. انا المحل ده بحبه قوي، هو بتاع ادوات منزليه وهم اكسسوارز وحاجات دي. انا كنت بخل بيجي لي هدايا من عنده بالهبل. فدايما وليه فروع كتيره، دايما كنت بخش عنده كل الحاجات اللي عنده بتبقى مستورده. دخلت الفرع اللي في كايرو فيستيفال سيتي من 3-4 ايام، نص المحل حاجات مصري تعقد. ادوات منزليه؟ بصي بقى عنده اطباق ميلامين
بتخش المايكرويف عاملها اكنها شكلها تحس انها جرانيت الطبق وتحس ان هو هتشيلي طبق تقيل وهو خفيف تحفه. انت عارفه ما بيجيبنيش الحاجات بسهوله. وعامل بقى الحاجات بتاعت الكريسماس وكده بورسلان عليها بقى بابا نويل تحفه. وعامل حاجات بجد حلوه بحييهم. وحاجات بقى قطقم صيني وبورسلان وحاجات فظيعه. ده في كايرو فيسفا؟ حابب اقول لك. بقول يعني هو على اسم ورده عروستي خلاص طيب. يلا بس انا بشجعه لانهم عاملين حاجات مصري بجد حلوه. الادوات المنزليه طبعا لما تبقى مصري وبالجوده من حاجات بره. اكيد طبعا. طب والسعر فظيع. لا روحي تحفه. قولنا يلا نقول طاجن اللسان عصفور. طاجن طاجن اللسان عصفور. طاجن فراخ بلسان العصفور. فرخه مسلوقه، كوبايتين لسان عصفور محمرين، معلقتين زيت، كوبايتين عصير طماطم، بصله كبيره مبشوره، نص كيلو بسله، ربع كيلو جزر، كوبايتين مرقه فراخ بس. ملح فلفل. اوكي احنا حمرنا اللسان عصفور بالمنظر ده. طبعا بنحمره الاكله دي يا ريت تبقى بزيت ومعاها معلقه سمنه او زيت بس، زيت ذره. زيت ذره. حطينا بقى الزيت بتاع تحمير اللسان عصفور. هحط البصل. لا حطي انت عشان ده بالشيك. اوكي اوكي معلش انا مش هحمره بس ايه ليه مش هتحمر؟ هو ما بي... ال... 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 البصل بتاع لسان عصفور ما بيتحمرش. وهحط عليه الصلصة. اوكي نجيب صلصة بعد كده. ايه رخيصة. حاضر. عاوزين ملح وفلفل. ما انت كنت شايلاه من على النار. هو مين؟ الزيت. انا قلت لك سي في بس انا مش عاوزه اسبكه. ما هو مش هيتسبك بس كان لازم نسيبه عشان يسخن شويه. هيغلي يغلي غلو. هو يغلي وهتشوفه هعمل ايه. عموما البصل بتاع طاجن اللسان عصفور يتحمر نمره واحد نمره اتنين. يعني انت محمراه؟ البصله بتاعت اللسان عصفور بنحطها في الزيت وما تتحمرش وعليها على طول عصير الطماطم. اوكي وملح وملح وايه وفلفل. ما تقولي لي يرحمكم الله ولا اي حاجه سايباني كده اطلع في الروح. يرحمكم الله. ايه ده يرحمكم الله؟ يرحمكم ويرحمنا واياكم. انا قصدي ما اعرفش ايه واياكم. ما اعرفش مش بيقولوا كده؟ لا بيقولوا يرحمكم ويرحمنا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. طب انت مش عارفك ان الواحد لما يعطس يقول ويرحمكم الله؟ انا قلت الحمد لله. إيه؟ يرحمكم الله. ربنا يرحمنا بقى من الحاجات الوحشه يعني. ربنا يرحمنا من اي حاجه اصلا. ربنا يرحمنا من نفسنا. الشيطان اللي جوانا الوسواس. انت في وسوسه عندك لسه؟ لا ما عندكش. ما يقدرش ما يقدرش يقرب. بص صباعك. انت رايحه في غربه اسكتي بقى لاحسن ايه. يوزك على حاجه كده ولا كده ما تقعديش ما تستفزيهوش. ده قول ده ما تستفزيهوش. عيب. انا بقول له بص حضرتك خليك على جنب. حضرتك ايه؟ ما تقولوش حضرتك. انا بقول له حضرتك خليك على جنب. انت مؤدب. خليك على جنب كده عشان ايه ما تقعدش. فهو قاعد على جنب. بس انت لايق عليك البدله. ايه رايك؟ شيك. شفتي تحت هنا في ايه؟ هاتوا لنا البتاع ده بقى. شفتي يا برنس دوغال. ايه ده بقى؟ قلت ايه دلوقتي؟ منقوشه. النقشه باينه؟ النقشه باينه. منقوشه على ما فيش. بص يعني. حلو قوي. برنس دوغال تحت النقشه دي اسمها برنس دوغال. امير البحار او حاجه زي كده تقريبا. برنس اللي هو امير دوغال. امير البحار. تيرن. لا حلو قوي والله عجبتني. ينفع بقى مدر؟ طبعا طبعا. ايه وانا قصير كده؟ هو لازم يختاروه طويل المفروض يبقى. ما فيش موديل اوزعه زي كده يعني يبقى شكلي حتى غريب شويه. دي مصري. ها ايه دي؟ البروش ده حلو. عامله لي ديزاينر اسكندرانيه بس الاسم راح مني. ربع شروق طلعت. شروق طلعت. طيب البصل حطيناه ني مع عصير الطماطم مع الملح والفلفل وحمرنا اللسان عصفور وعلى محيط. طول ايوه هنحطهم مع بعض.
ونقلب كده على طول. هتلاقوه لما يتقلب شويه كده هيشرب شويه من الايه؟ العصير الطماطم. انت مسافره هتركبي طياره؟ اه، وهلبس كمامه. لوحدك؟ لوحدي. ما بتوهيش في المطارات؟ بستعين بشركه معينه بتاخد اوراقي تعملي كل حاجه. عشان بخافي انت تتوهي. بخاف، بخاف مش اتوه، معرفش اكلم حد. طب ولما بيحصل مطبات هوائيه بتعملي ايه؟ بعمل كده. قلبي بيزق. طيب خلي تخليكي لابسه الحزام طول الوقت في الطياره. حاضر. عشان لو حصل انها اتقلبت كده او اتقلبت كده تبقي انت. لا لا مش هتتقلب يا شريف، يعني انت عاوز. لا ان شاء الله ما تتقلبش. ان شاء الله. ودايما برضو خلي الباسبور في جيبك عشان لو وقعته في الميه ولا حاجه هنعرف تمشي. لازم اكون انا اول مره بقى ده انا يعني. طيب بص استنى، احنا جينا. فكريني بعد كده احكي لك. حاضر. لا استني لازم احكي لك القصه دي دلوقتي. طب لا خليه. في عندي شخصيه كده يعني بحبها قوي. ما تخافش. عندنا في البيت يعني بقى لها سنين. اه. ماما كانت مسافره. ليش؟ عشان بيطرطش ديالي. طيب. كانت مسافره ايه بلدهم تشوف اهلها السنه اللي فاتت. فانا حجزت لها في الطياره وحجزت لها كرسي جنب الشباك. فالمهم بعد ما ركبت الطياره لقيتها بتكلمني وهي في الطياره. شريف، وهي بتقول لي شريف. في ايه انت؟ في ايه انت؟ قالت لي انا في الطياره. قلت لها اه. قالت لي انا الست قعدتني جنب الشباك. قلت لها اه وانا حاجز لك الكرسي جنب الشباك. قالت لا انا خايفه. قلت لها طيب لا ما تخافيش اقفلي الشباك. قالت لي بتقفل ازاي؟ قلت لها بصي هتلاقي في حاجه كده زقيل تحت هيقفل. قلت لها غمضي بقى عينيكي. يا عيني يا حرام شايفه ال انت بعد كده هتحجزي الجو الشباك. هي بصت تحت بقى انت هتعملي كده. انا انا بحب الشباك. بتخشي الحمام في الطياره؟ لا. اه انا كمان ابدا. نيفر. اه لا مش عارف يعني صعب. وابطل شرب ميه بقى عشان ما نتحزقش. وتقول لي شاي ولا تي ولا كوفي ولا ميرسي تشيكن ولا بيف. خدي دايما تشيكن. انا؟ اه الفراخ بتبقى احلى. انا ما باخدش بصراحه. ما بتاكليش؟ لا. بتفضلي قاعده؟ بخاف، بخاف من التواليت. بخاف اخش التواليت. طيب احنا هنحط لسان عصفور اهو. بعد ما الميه اتشربت شويه. هنحط البسله والجزر كده صح يا شريف؟ ونقلب. وتسافري بقى معاكي كام شنطه؟ انا ليا ثلاثه. ثلاث شنط؟ بس مش هاخد الثلاثه طبعا. بشنطتين؟ شنطه واحده. اه انت عارفه انا بسافر بايه في الغالب؟ وهاند باج بس؟ انا اللي هي بتتحط على الظهر دي، ومعايا الثانيه اللي هي بتجر دي بحطها في الطياره. اه لا انا ما احطش حاجه في الطياره. يعني انا نادرا ان انا استنى العسير ده، قليل قوي. اه طبعا. شنطه واحده هتلاقيها تشدها. لا انا باخدها معايا جوه الطياره. الطياره دي اللي بتتحط في البتاع اللي فوق. مش فاهمه؟ وبقى ايه انا جايب بقى لو الشنطه هتتحط في بطن الطياره وتطلع السير جايب لها غطا. غطا بقى بلاستيك كده عشان تعرفها. لا عشان ما تتجرحش. يعني لا ده حد قاعد. الغطا اغلب من الشنطه اكيد. بلاستيك ده ايه؟ مطاط كده بيجي مش كيس نايلون. لا لا اسود. الاول فصلت واحد في ميدان الجامع. كيس بلاستيك شفاف باظ. فمره كنت مسافر بره رحت جايب له الشنطه لقيت لها كيس. بيتلف. ايوه زي السيليكون. هو مش سيليكون بس شبه السيليكون. يغطيها بقى ايه؟ افكار. لا بقى ايه تتوسخ ولا اي حاجه. يا بختك. زمان بقى قبل الكلام ده كنت ايه بروح المطار بدري عشان الفهم في البتاع اللي بيلف ده. عارفاه. بهدله. انا مش بحب السفر. لا الصراحه انا بحب السفر. لا مش هضحك عليكي. اقول تاني، حطينا بصله مبشوره عليها عصير طماطم، سيبناهم يغلوا شويه وملح وفلفل، وبعدين حطينا لسان عصفور المتحمر والبسله والجزر وادي لسان عصفور. حطه في الطاجن بقى؟ هنحطه مع الفرخه؟ وفوقيه الفرخه. اوه حلو المنظر. ومرقه. يلا يلا نلعب. يلا. حلو ده. يلا اهو الفرخه نظفتها وسلقناها اهي. وسلقناها بصله ملح فلفل، تبلناها وسلقناها سلق عادي خالص، بس ما اتسلقتش 100%.
يعني اديتها ساعة الا ربع على البوتاجاز. هي عادة بتقعد ساعة وربع الفرخة ال 1300 جرام. أعمل بقى حفرة كده وأضخمها؟ اه سيبها 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 هتحطها؟ أنا عايز أعتذر لك على حاجة. إيه يا روحي؟ هما أنتوا إحنا عايزين في كازينو الدنيا. مش هتعتذر لي؟ أه هعتذر لك. طب إيه يا روحي قولي؟ عشان إيه هما أنتوا بتبعتوا لي كل أسبوع المنيوز وأنا أقعد أختار. أيوه. فأنتِ بعتتي اسمه إيه يا ربا؟ متبل قرع. أيوة. وانا قلت لك لا احنا لسه عاملينه. ايوه هتلاقيكي عاملاه في الراديو معايا. ايوه ما انا فاهمه انا فهمت دي. اه بس قلت شريف مش واخد باله. انا ما بقتش مركز. طيب هنحطها كده في الفرن؟ لا المرقه بتاعه سلق الفراخ بقى. لا ما نحطش من الناحيه دي برضو. اه ايوه نتعلم بقى اهي كده. ماشي ماشي اغرقها بقى. بصوا لا ماشي ماشي يلا 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 نحمي الفرخه والزبده دي بتنزل عليها لغايه اما ايه لسه مش 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 لا ما تخافش. كمان 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 ونغطيها. بس هغطيها الاول بورقه فويل كده. بص يا شريف هعملها لك عشان ما تتزقش في الفرخه لحد ما يبتدي تشم ريحه الطاجن في الفرن على درجه حراره 200 في الرف الوسطاني. شيلي الفويل علشان الفرخه تتحمر براحتها بس. ويتقدم كده عظمة على عظمة. عارفين كمان ممكن كتف ضاني. معلش بس في المناسبات بقى الكتف ضاني تتبليه تتبيلة حلوة أو فخدة ضاني وتحطيه في الفرن يستوي. وبعدين تعملي اللسان عصفور بالطريقة دي وتحطي الكتف في وسطه مع مرقة بقى الصوص المتخلف من سلق متخلف المتخلف متبقي المتبقي من الفخدة أو الكتف. لا تتخيلوا جمال الطاجن ده وطعمه. ايه رأيك؟ اه هو كده كادو كادو. نحطه في الفرن لمدة قد ايه؟ هنحطه في الفرن لحد بس ما يبتدي يتشرب زي ما قلت. تشيلي الفويل الفرخة تتحمر وبالهنا والشفا. هو ما بيقعدش أكتر من نص ساعة ساعة إلا ربع. يلا قلنا مقادير اللي بعديه. يلا اتفضلي. أهو يا ولاد سلطة الجزر دي سلطة لطيفة برضو فيها تغيير عن السلطات التانية. إيه ده يا شيف الحق ده الشوكولاتة والله سوري. يلا سلطة الجزر نص كيلو جزر حلقات ربع كيلو بصل احمر حلقات حزمه بقدونس مفرومه فصين توم مفرومين نص كوبايه زيتون اسود معلقه خل كبيره معلقه كبيره دبس رمان ربع معلقه كمون ملح وفلفل وربع كوبايه زيت. اوكي اوكي ايوه. عايزه ايه بقى؟ بوله بس مفيش اكتر من كده. بولة هنحط ايه اول حاجة؟ اول حاجة هنحط دول. لا استنيني بقى ده. طيب هنحط عليهم في الاخر. اوكي هنحط الجزر. بصي متقطع ازاي ترانشات. ترانشات زي الشيبسي زي بطاطس محمرة. والسلطة دي تتعمل قبليها بيومين عشان تتخلل بالظبط. انت معايا على الخط. زيتون اي نوع زيتون عايز تحطه؟ البقدونس كله ده الخل. هنجيب خل تاني. مش عارف ليه بتحطي هنا خل. لا ده وقع مني كمان. وقع منك. هو ده ايه؟ ده ايه ده؟ دبس الرمان من الحاجات اللي بتديها طعم حلو قوي. عشان عايز اعمل حاجه. ده دبس الرمان لسه التوم. انا عارف دبس الرمان. ايوه اهو والخل دبس الرمان و معاه الخل خل والكمون والثوم. وادي الخل يا رب. وادي الكمون وادي الثوم مفروم والملح والفلفل. ومعاهم زيت وملح وفلفل. اه وادي الفلفل وادي الملح. حلو الدريسنج ده.
وادي دبس الرمان للسلطات رائع. وادي زيت، حط بقى زيت حلو. وادي الزيت، ممكن حضرتك تقفليه؟ اه شكرا. لك فين غطاه؟ وبعدين قبل ما هنحطه هنقلب الحاجات دي في بقدونس كمان في الاخر اهو. انا هحط معاها عيش محمص، بس العيش المحمص مش هحطه قبلها بيومين، يعني دي هتبقى سلطه مخلله. عشان عايزين نحطها، عشان عايزين حاجات تدبل، والجزر لما بيدبل بتاع السلطه بيبقى تحفه اهو. وطبعا الجزر ممكن بيتاكل من غير ما يتسلق وبيكون احلى حلاوته. بس يتقطع زي الشيبسي كده. تيجي نغرفها؟ يلا. مش والبقدونس هتحطه؟ ما انا هجيب لك. اصبري يا راجل يا حاجة. اوكي اوكي. شفتي الطبق ده؟ ايه رايكم في الطبق ده؟ حلو قوي. طبق المناسبات السعيدة. طبق راس السنة. عشان دي ممكن تعمل يوم راس السنة كده، تبقى حلوة مع الفرخة اللي انت عاملاها وال زوزو والشوكولاتة. الشوكولاتة لسه هنعملها بعد الفاصل. هنسمعك دلوقتي اغنية حلوة اصلا. ماشي. عشان انت هتوحشينا. وانتوا كمان. وبعدين نحط بقدونس اهو. ايه رايكم؟ نايس. ثانك يو. احكي لنا عملتي ايه لغايه دلوقتي كده؟ عملنا طاجن لسان عصفور بالفراخ. وعملنا سلطه الجزر. ايوه. بالبصل الاحمر. ناقص ايه؟ ناقص كيكه الشوكولاته الطريه باللبن الرايب. تبقى تحفه. قوي. هنسمعك بقى دلوقتي بصوت حسام حسني اغنيه للست ورده، حرمت احبك، وبعدين نرجع مع منامين وخليكم على لو سمحتوا. مزيكا.
الذكريات عايز حياه وذكريات عشان ما تخلص اي شيء ولا تشغل ولا تحايلني ولا تشغلني ولا تحايلني بعد اللي قلته واللي عملته بعد اللي قلته واللي عملته حرمت احبك احبك ما تحبني حرمت احبك احبك ما تحبني ابعد بقلبك يا قلبك وسيبني حرمت احبك احبك ما تحبني حرمت احبك احبك ما تحبني ابعد بقلبك يا قلبك وسبت عيش عيش اوبا اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف الست دي في الفواصل بتقول لي حاجات غريبه جدا وبتتكلم معايا في مواضيع غريبه جدا ايه ده مواضيع اجتماعيه بحت لا دي حرب نوويه مش مواضيع اجتماعيه حضرتك حرب نوويه في ايه ده اللي بتقوليه ده ازاي كده يعني بصي ده هو النووي نفسه اه اقول المقادير مقادير ايه الكيكه نوريها للناس اه بصوا يا شباب اهي بليز جربوها والله العظيم بقول لكم ارجوكم اوعوا عينك من على المايك جربوها يا جماعه بليز بليز المقادير المقادير كوبايه ونص سكر بودره كوبايتين الا ربع دقيق معلقه صغيره بيكنج سودا نص معلقه صغيره بيكنج باودر ربع معلقه صغيره قرفه نص معلقه صغيره ملح كوبايه زبده كوباية ونص لبن رايب كوباية إلا ربع كاكاو بيضتين ربع معلقة صغيرة فانيليا وفي صوص للشوكولاتة ربع كيلو شوكولاتة خام وكوباية قشطة وربع معلقة صغيرة فانيليا ونزين بالفراولة الصوص لو لقيتيه تقيل شوية معاكي بشوية لبن أو كريمة بتخفي فيه أول حاجة هعملها إن أنا هحط اللبن الرايب يغلي مش يغلي أوكي ندفيه ونحط عليه الكاكاو كله؟ آه ونحط عليه الزبدة الزبدة يلا حطي أنتي بقى الزبدة ونقلب أهي في هنا لا, لا 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 طيب هنقلب الخليط ده مع بعضه لحد ما يختلط كله وده كله على نار هادية مش عاوزاه يغلي ونرفعه فورا من على النار خلاص اه خلاص ده ايه ده ده اللي هنحطه على الكيكة آه. ماشي هنحط الدقيق عليه على السكر البودرة على القرفة انا مش هعملها بالقرفة مش هتعملها بالقرفة طب حط لها بقى قهوة قابلة للذوبان البيكنج باودر البيكنج ايه سودا اه دي طيب هنحط الدقيق بالمنظر ده وعليه الخليط ده ونضرب فين اه والله اه هل هتكفي دي هنشوف ثانية واحدة الشغلة انت عملتي ايه لغاية ما اجي حطيت الكوباية ونص اللبن الرايب معاهم الكاكاو معاهم الزبدة وحطيتهم على النار نار هادية وقلبت بمضرب بيض لحد ما يختلط كله مع بعضه وما يغليش أول ما يختلط برفعه من على
النار كده، هحطه جنب الشريط. هتحطش عليهم البيض وده؟ ده كله هيتحط، وبعد ما تخلط التخليط؟ بعد ما تخلط استنى انا عاوز ايه؟ ما انا مش هاخده منك ولا حاجه. بعد اخلط ده ومعاهم البيض؟ بعد كده تحط البيض. بعد ما يتخلطوا؟ انا هعمل الصوص بقى. ماشي. الصوص عباره عن كوبايه قشطه. هاتي وعليها قالب الشوكولاته الخام ونقلب برضو على نار هادية خالص لحد ما تسيح الشوكولات، وادخل وادهن قالب وادخلها واصب فيها الكيكة وادخلها الفرن، وتخرج من الفرن تهدى بعد ساعة الا ربع، احط عليها صوص الشوكولاتة اللي انا عملته وزوقها بالفراولة. بس خلصت. قولي بقى، بص انا هو انا بضرب ايه؟ انت بتضرب الدقيق والسكر والبيكنج باودر والقرفه والايه؟ بخليط اللبن الرايب مع الكاكاو مع الزبده. الكيكه دي حلوه قوي. ادي الصوص بتاع الشوكولاته بالمنظر ده. شغال يا شيخ. بس انا ناحيتي شايفه البيض. معلش اصبري بس. طب انت لو تديني فرصتي. عاوز ايه؟ عايزك تيجي تمسكي ده اهو، ما تعمليش اي حاجه. ده؟ قولي بس. مسكته. ومن تحت كده اهو. شكرا. انت ممكن ت طيب. يعني بس تديني فرصتي؟ هديك فرصتك في الحياه. ارجيك. اوعي الاحسن بتاع ده لو وقع الدنيا هتبوظ خالص. هزعل. لا تخافش. ده ايه ده تاني؟ في تاني؟ ما كفاش. شفتي انا ما ضحكتش عليكي؟ ها؟ لا طبعا، والا الكيكه تبوظ. عارف. كل المقدار. يا شيخ بليز. سلم عليكي وانت بتقولي بليز كده. اهو. دي بقى ده؟ اتفضل. خليكي ماسكه كده اهو. لسه هنسكي. اوعي 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 بقى. اديني ده. معلش ممكن حضرتك امسك ده برضه؟ زي ما انت، مش عايزه الكيكه ما تبص. ما انا مش عايز اضحك عليكي واسيب حاجه كده ولا كده. لا عشان دي مقادير. اهو اهو اهو، احنا ضربنا جزء وجزء تاني هنضربه. عشان بجد فعلا مقادير الكيكه لازم تتعمل بالمظبوط. اوعي تضربي. لا ماليش في الضرب. ماشي انا اذنك بقى. يلا نحط لسه. اخلط بقى وبعدين. يا ماما. يا ماما. طب حطي بقى البيضتين. بيضتين معاهم الفانيليا. في حاجة تانية ناقصة؟ لا خلص. هنحطها في قالب مدهون سمنة، يا إما بودرة الكاكاو أو بدقيق الموجود عندك، وبعدين هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة إلا ربع، تخرج من الفرن تهدى دقيقتين، أقلبها في طبق التقديم وأسيبها تهدى، اكون عامله الصوص ويكون برضو هدي شويه، واصبه عليها وازوقها بالفراوله. خلص. يلا تعالي بقى حضرتك. ناقص حاجه تانية؟ لا. طب بصي. لا 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 لا. عندك؟ هاتي هاتي. يلا ده اللي معاكي، ده احسن اللي معايا. يلا نضيف ده البتاع ده. اجي اشيله لك ولا انت عارفه تتصرفي؟ لا 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 انا هتصرف. هتصرف. بتصبيها؟ ايوه ايوه. شطوره من امينو. كل حاجه بالراحه وبالعقل. ودي بقى بتقعد قد ايه في الفرن؟ ساعه الا ربع. ده درجه حرارته ايه؟
180 180 هتطلع كيكة طبعا شكلها حلوة قوي. هتحطوا عليها صوص الشوكولاتة اللي انت عملتيه وقلت لهم مقاديره صح؟ الله. وطرية بقى اللبن الرايب بيديها طراوة غريبة. ما موضوع الدواء ومع الصوص فظيعة ما اقولكش. بقى كده؟ خلاص. جيت مظبوطة. ما بنغطيهاش ولا حاجة. لا لا. هتحطي سباتشول جوه؟ هزيها بقى كده. بس تخش الفرن. لا قولي لا خليكي عندك. بتخش الفرن. عاوزة بس امسح ايدي. على تخش الفرن 180 درجة الرف الوسطاني لمدة 45 دقيقة. اوكي. تخرج من الفرن اسيبها تهدى اقلبها في طبق التقديم واكون عملت الصوص اثناء ما هي بتستوي. الصوص اللي هو ده. اصبه عليه. بعد ما نقلبها هنروح حاطين عليها الصوص ده. بس. اهو. وخبز بتبقى بالمنظر ده. اوكي. وكلوا منها وادعوا لنا. حاضر. يلا احكي لنا كده عملتي ايه النهارده؟ عملنا طاجن اللسان عصفور بالخضار بالفرخه. وعملنا سلطه الجزر بالبصل الاحمر والزيتون. وعملنا كيكه الشوكولاته باللبن الرايب. من امينو. نعم. اشوفك السنه الجايه ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه. انت طيب. تتبسطي وتفسحي ان شاء الله. ما تعمليش شوبينج كتير عشان حاجات غاليه. ما بعملش. وانت قاعده في الطياره ابقي خليكي رابطه الحزام عشان والبسي الكمامه. وتلبسي كمامه وحطي الباسبور في جيبك. حاضر. عشان لو وقعت ولا حاجه نبقى عارفين. يلاقوا الباسبور. اوكي 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 اوكي. تيجي مستنيه ان شاء الله. اي لاف يو. سلمي لي على عيلتك كلها. الله يسلمك. ميرسي يا من امينو. خلينا دلوقتي نسمع كوبليه سريع من مندب عليك للست نوال الزغبي. بعد كده نروح للاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. خليكم على سماحه مزيكا. كان ينصف لي يا محاكم تفرح بدمعي وتعزي بروحي لا اسم ينفع ولا قول تنادي مندم عليك سمع الندم غالي القدر عينيك ضيعت انا حالي وكنت اظن انك حبيبي قلبي كان انشد تعود ليا حتى بان قمر الهوى فيا وانت تزيد ماري ولهيبي لا 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 ملوم مريدك تاني ما عاد في لزوم نرجع ثواني لا لا سديتو ولا حرمالي لو ردتني مظلوم ما عدت بالي ما اندم عليك. ايوه كل ليلة ألف ليلة وليلة قصة 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 كل ليلة يا شهرة زاد احكي لشهرة يار اشغلي له ليله لطلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرة زاد احكي لشهرة يار اشغلي له ليله لطلوع النهار غيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار
احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. الف ليله وليله قصه كل ليله 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 الف ليله وليله قصه كل ليله. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انتظار. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انتظار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. الف ليله وليله قصه كل ليله الف ليله وليله قصه كل ليله الف ليله وليله قصه كل ليله. فكري ممكن يقع؟ يا سلام. عارفه بقى يعني وانا صغير كنت فاكر ان بابا نويل ده هاتوه لنا اللي فوق ده ان بابا نويل ده عنده باراشوت وبينزل فوق العمارات ويمشي على الحيطه ويخش البيوت يدينا هدايا. عارفه السبب ايه؟ ايه؟ كان عندي اربع او خمس سنين مش فاكر بالظبط ايه. مامتي جت قالت لي ايه؟ بابا نويل جوه في اوضتك. قلت لها دخل ازاي؟ وبعدين فتحت الباب الاوضه لقيت بابا نويل بجد حد لابس احمر وعنده دقن كبيره وجاب لي هديه وراحت قافله الباب وطالعين. طبعا انا رجعت قعدت عندي حاله انبهار ده دخل ازاي؟ أي. ومنين بقى وحاجات زي كده. اتاري في الاخر طبعا ابويا لابس الحاجات دي وجايب لي الهديه. اه ده جميل. فضلت بقى طول حياتي يعني ايه معلمه في يعني فانا بحب الشخصيه دي جدا. اي بابا نويل ده سانتا كلوز ويعني هو رمز بالنسبه لي للخير والحب وان هو يجيب لي هدايا للعيال او الاطفال العطاء يعني الحاجات الاطفال اللي بيعملوا حاجات حلوه بتشقوش بابا نويل حقيقي. انت ما كنتش طفل شقي؟ لا خالص كنت طفل جميل بيقولوا كده يعني هادي ومطيع جدا. تمردت امتى بقى؟ عمري ما تمردت. هو انا متمرد؟ شويه بجد؟ انا زي انا يعني امي بتقول لي انت من وانت عندك خمس سنين لغايه 50 انت زي ما انت ليك يعني ستايل هدوء وتحب تنقي حاجتك وهدومك وهادي وتحب الجو الاسره والكلام ده. انا مش متمرد يا سوسو. بص انت مش متمرد بحكم اللي يعني مش عارفه اقول لك حاجه بس اقولها ازاي. لا اقول لك حاجه بس من غير زعل. هو انا شايف نفسي انا اللي طبيعي. ليه؟ عشان انا شايف ان انا فاهم شخصيتي. وعمري ما بمشي ورا تيار او ولا ترند او ورا خرفان. ممكن تبقى انت سابق بخطوه ولا سابق ولا نيله. لا 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 سابق. لا 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 انا مش بشوف يعني انت بتلبس حاجات الناس تقعد تقول لك دي مش حلوه ومش عارفه ايه بعد كده تطلع موضه فانت سابق. هقول لك حاجه انا لبسي يعني اللي بلبسه دلوقتي هو اللي بلبسه من كذا سنه ما بغيرش حتى ستايل هدومي نفس الستايل هو ده اللي بيلبق على شخصيتي. بس انا دايما حتى لما الناس تقول لي هو انت بتعمل حاجات مش طبيعيه اقول لهم لا انتوا مش طبيعيين انا مش حاطط ماسك
الى حد ما، مش حاطط قناع، الى حد ما. اوكي. وعندي مشكله مع صنفين من البشر. العنصري والمتنمر والثالث المكفراتي. اي الثلاثه دول انا لا من بعض. لا اتعامل معاهم ابدا. يليهم اللي ما عندوش شخصيه واللي بيمشي ورا الناس والوداني. برضو ممكن اتعامل معاه قليل، بس الثلاثه الاولين دول انا لا اتعامل معاهم. لا مؤذيين. لا لا ما اتعاملش معاهم بجد. وعلى فكره انا بعمل بقعد يعني بقعد اشوف وعامل كده، بكتب حاجات عندي للناس اللي بتخش تشتمني، بخش على بروفايلاتهم واقعد افر لو البروفايل مفتوح وانا عندي وقت، اشوف كلهم نفس القطعيه. اسطمبة. ايوه تحس ان المصنع منتج واحد. وكتير منهم بقى تلاقيهم ايه مثلا حاطين حاجات ان هم ضد العنصريه وضد التنمر. وطبعا اغلبيتهم حاطين ايات قرانيه تحض على التسامح والمش عارف ايه. وتلاقي على البروفايل بتاعه الحمد لله ان انا كذا ومش عارف ايه. هو بيعمل عكس ده بالظبط. هو انت فاهمه ازاي؟ ما ده قناع بقى. اديك قلتي. فانا ستات ورجاله على بعضهم كده قطعيه واحده. لوكشه. لوكشه واحده. ده بقى ده طمني. ده حلو جميل. وبلاقي بقى الناس اللي مرتبطه بيا كمذيع كلهم شبه بعض. اللي هم الناس المفرفشه. المتقبله. المتقبله. اللي عايزه تفهم، اللي عايزه تتعلم، اللي عايزه تسمع، اللي خارج نطاق القاهره. عشان انا الجمهور الخاص بيا الاغل كتير منه صعيد واقاليم و اسكندريه لا بس خارج نطاق القاهره الكبرى زي ما نقول. ودي حاجه بقى ايه بتفرحني اكتر طبعا، لان التاثير في الناس دي اصعب. لا لا ده دلوقتي هم الناس دي، استني بقى، الناس دي بقوا مودرن واوبن مايندد اكتر من اهل القاهره. ما انا من القاهره بس كتير من اهل القاهره بقوا عندهم حته العنصريه وكده. انا بقول لك، انا عارف، انا بقول ايه، انا كنت في المنيا جنبيكو وشفت شباب الصعيد عاملين زيه بيتكلموا زيه بيفكروا ازاي. مش السنه اللي فاتت كنت في اسوان في قريه المنصوريه ودخلت جوه البيوت الناس وقعدت جوه البيوت وشفت الناس بتفكر ازاي وشفت الستات بتفكر ازاي. معلش اللي بيجي في كل مسلسلات وفي كل الافلام ده مش مظبوط طبعا في أكيد. الوقت الحالي طبعا معرفش قبل كده كان ايه. انا معاك جدا في الموضوع ده في الوقت الحالي. انا معاك جدا. الصعيد واهل الصعيد اختلف. والفكر هناك حتى لو حد فيهم ما بيعرفش يقرا ويكتب بس هو عنده ثقافه وعنده درايه وعنده حاجات كتيره قوي احسن من ناس عندها دكتوراه، مع كامل احترامي اللي عندهم دكتوراه. شكرا. خش عارف الموضوع عشان ما اغلطش في حد. بلغني ايها الجمهور السعيد. أيوة. جمهور الحاج. ايوه احنا النهارده هنتكلم على شخصيه غريبه شويه شويتين ثلاثه. ليه بقى؟ لانه شاعر. الشاعر ده يعني احنا تعودنا ان الشاعر ده رقيق الاحساس وفنان كده في نفسه، بيكتب عن المشاعر ضد الظلم وضد التعسف وضد العنف وضد كل الاشياء السيئه في الحياه واللي البشر بيقترفوها، وهو بيحاول بشعره وافكاره وبروحه ان هو يغير من طبيعه النوازع البشريه دي. إلا آرثر رامبو. ده بقى كان إيه؟ كان شاعر وتاجر أسلحة وتاجر بن، ويقال إنه كان تاجر عبيد. يعني بس هقول لك حاجة. نعم. ده سنة كام؟ هو اتولد سنة 1854. طيب. هو كل اللي أنتِ قلتيهم دول ما فيهمش حاجة تشينه. أو حاجة مشينة. تاجر عبيد. ما العبيد كان حاجة مصرح بيها. طب ما هو يعني تاجر أسلحة. مصرح بيه برضه. ما بيعملش حاجة غلط. يعني تاجر السلاح ده
الناس فاهمه دايما يقول لك ايه، لا ده تاجر سلاح. على فكره هو تاجر السلاح ده هو مش تاجر مخدرات. السلاح، طب ما الدول بتصدر لبعض اسلحه. السلاح شيء ما هوش مخدرات، ده رقم واحد. رقم اثنين، العبيد كان مصرح بيهم وكان في الاسلام كمان مصرح بيهم في وقت كبير، صح؟ الأمة، الأمة دي عبدة، صح؟ فدي مش حاجة مشينة، دي في العصر ده أو في الوقت ده مفاهيم الزمن دلوقتي. بالظبط. فهم أدنوه بمفاهيم الزمن دلوقتي. عندك أنت قلتي البن طبعًا حاجة عادية جدًا. طبعًا. هو اتولد في فرنسا. ده اللي عايز أقصده، إن ده عادي إن هو يبقى شاعر ويكتب كلام في رق أو حاجات كده، لأن الأسلحة دي اللي هو بيتاجر فيها هو مش بيستخدمها. أي مش ضروري يكون بيستخدمها يعني. هو اتولد في فرنسا سنة 1854 لأب كان عسكري وأم متزمتة دينيا جدا وقاسية جدا وعصبية جدا. خلفوا خمس أولاد، منهم آرثر، هو بيتقال بعدة، بيتنطق بعدة أسماء. هو آرثر دي أصلها نوت إنجليزي، هو بالفرنساوي جوان. أو آرثور أو آرثور. يعني ممكن تقول الثلاثة يعني، فهتلاقي مثلا كتب مكتوب عليها آرثور، وكتب مكتوب عليها آرثور، وكتب مكتوب عليها آرثر. فهو هو هنقول عليه آرثر رامبو. هو الأب يعني كره الزوجة من كتر ما هي عصبية وقاسية ومتزمتة دينيا، وهو راجل منفتح وحبيب الحياة يعني بشكل أكثر، يعني نقول إيه، شهيصة، نسميها شهيصة. فهجر الزوجة الأم والأولاد، وبدأت هي تعاني من الفقر وقلة يعني الرزق والعيش، وقررت أن أولادها يبتدوا يشتغلوا. هو اتعلم لحد مرحلة اللي هي تقريبا الثانوية يعني، وبدأ يكتب الشعر عنده 15 سنة. وكان بالنسبة لجيله وزمنه طفرة شعرية لم يأتي الزمان بمثلها، يقال أنه لحد دلوقتي قاعد يكتب الشعر من أول عنده 15 سنة لحد ما بقى عنده 20 سنة، وبعد كده بطل الشعر وقرر أن هو يبقى ثري ويعوض نفسه ويعوض إخواته. بس أمه لا، لأنه كان بيكرهها، مش بيكرهها يعني، هو كان مش قادر يتعامل مع القسوة والتزمت بتاعها، لدرجة أنه هرب منها وراح باريس. فكان هناك في الحرب الروسية الفرنسية، فبرضو هرب من الحرب، من الانضمام للجيش يعني. كان في زي ثورة كده عاملينها العمال في فرنسا اسمها كوميونيت باريس، انضم ليهم. هو كان متمرد وكان يعني جواه طاقة كده. ايه؟ كوميونيتي، كوميونيتي باريس. وهو دي كانت ثورة عمال، فهو كان متمرد وكان عايز، عنده طاقة غضب وطاقة سعي نحو الحرية، فانضم لهذه الثورة. ولما فشلت طبعا اتقبض عليه، واضطر أستاذه أنه هو يروح يضمنه ويطلعه. كمان اتقبض عليه بتهمة التشرد لأنه ما كانش معاه فلوس وما كانش معاه أي أوراق، فالمدرس بتاعه الأستاذ بتاعه ضمنه ويطلعه. قرر بقى أنه هو يسيب فرنسا كلها ويسيب الشعر. ولما كان حد يعرفه على أنه شاعر كان يتضايق جدا وينكر نفسه، وقال أن أنا رايح الشرق عشان أتعلم الروح الشرق البدائية الأولية، حيث الأصالة والجنة. فراح يعني جه لقبرص، ومن قبرص جه مصر، ومن مصر راح اليمن، وراح اشتغل في عدن. وقعد 10 سنين في اليمن، حتى المكان اللي كان نازل فيه دلوقتي بقى متحف فيه آثاره. وبدأ هناك يشتغل في البن. كان في اللي هو صاحب الشركة، ابن صاحب الشركة اللي بيشتغل فيها، شاف صورة ليه في مجلة قديمة جدا، فواجهه أنه هو شاعر وأنه مشهور وكده، أنكر نفسه خلاص. هو الشعر ده خرج من حياته إلى الأبد. ومات في اليمن بقى ولا إيه؟ هو مات في اليمن. هو في الأول
حصل له مشكله انه قطع رجله علشان حصل له زي غرغرينه او حاجه كده فاتقطعت رجله، بعد كده تعب اكتر فرجع لفرنسا ومات بالسرطان سنه 1891 عن 37 سنه. هذا في عز شبابه، ما كانش مشهور في حياته، كان مشهور اكتر بعد موته ولحد دلوقتي بأشعار. هو نوعيه اشعاره ايه؟ في اشعار رومانسيه وفي اشعار حماسيه وفي اشعار اللي هي الانطلاق نحو الحريه، في التمرد على الافكار الباليه والتمرد على العادات والتقاليد اللي بتعطل حقوق الانسان. هو شخصيه ثوريه يعني، في اشعاره ثوري، في حياته كان ثوري. طب يلا نشوف اول صوره ليه بعد اذن حضراتكم. اتفضلوا. ايوه اهي، ده هو صغير. اوكي، وبرده هو صغير. ده كلها صور مرسومه؟ لا، دي صوره كاميرا ما اعتقد. اوكي، ده مع صديقه الشاعر بيل فريل. اوكي، ده ايه بقى؟ دي الاعمال الشعريه الكامله. اوكي، حتى تلاقي هنا مكتوب ارثور. هنا فصل من الجحيم، ده كتاب لي. ده تقريبا المرجع، المرجع الخاص بيه. اوكي، بشكرك يا سوسو، كل سنه وانت طيب. وانت سنه حلوه عليكي ومنوره وسنه خضراء عليكي زي الجلابيه الحلوه دي. يا رب تسلم يا رب. يا رب يا رب. عايزه ذهب باي طريقه. عايزه خضرة وعايزه ذهب اثنين. شكرا سعاد سليمان. خلونا نسمع دلوقتي، ما بيسالش عليا ابدا، وبعديها نرجع لكم مصممه الازياء هتكون معانا وفاشن شو مع استاذه فرح البربري. خليكم على سمحت مزيكا. أربعة عشر عشرين، أربعة عشر عشرين، أربعة عشر عشرين.
النهارده معانا مصممه ازياء اول مره نشوفها عندنا في 14 شريف، وعامله حاجات حلوه قوي، وعامله الكولكشن بتاعها مقسومه اثنين، جزء منه حاجات سواري وسواري خفيف زي ما احنا شفنا، شيك اليجنت واخد الطابع الكلاسيك، وعامله حاجات تانية هنشوفها كمان شويه كاجوال كده شيك برضو. فخلينا نرحب النهارده باستاذه فرح البربري. ازيك يا فرح؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، منورانا ومشرفانا. ثانك يو. بقالك قد ايه في عالم تصميم الازياء؟ بقالي 5 سنين. بجد؟ وما جبتيليش كل ده؟ ده انا كده شكلي وحش قوي، هزعل. طب دخلتي ازاي؟ انت دارسه ايه اصلا؟ انا دارسه بزنس عادي. كان نفسي اخش ارتس بس مجموعه ما جابش؟ لا. الجامعه اللي كنت فيها كان لسه ما فيهاش ارتس. اوكي. فما توفقتش في الحته دي، بس طول عمري من وانا في المدرسه برسم، وكنت داخله اي بي ارتس، ومامتي هي اللي بصراحه علمتني الرسم. أوكي. ترسم معايا. اوكي. فبدأت من هنا ان انا كنت نفسي بصراحه في وقت من اول الكورونا، بدأت ان انا كنت حابه ان انا البس نفسي حاجات معينه. فمن بس كنت فاتحه البراند ولا لسه؟ ولا كنت فتحتي مع كورونا؟ لا فتحت قبل الكورونا على طول. اوكي. فكنت يعني انا من زمان بلبس نفسي في السواري على طول، في افراح قرايبي، في افراح صحابي، اي حد بلبس نفسي سواري. بعد كده في وقت الكورونا بدات الكاجوال. اوكي. ونادرا خلي بالك في مصر ان احنا نلاقي مصمم ازياء بيعمل سواري وكاجوال، يعني يا كده يا كده، بس الاثنين مع بعض دي حاجه بالنسبه لي حتى جديده شويه. وحلوه. لان بيوت الازياء العالميه بيبقى عندهم ده وعندهم ده في الحقيقه. طب دخلتي بقى الكارير ده ازاي اصلا؟ يعني قلتي لبستي نفسك وبتعملي حاجات السواري الخاصه بيكي، امتى فكرتي قلتي انا هعمل ده تجاره، هبتدي اعمل ديزاينز تصميمات وابيع؟ اوكي. لما لقيت ان يعني الديزاينز بتاعتي عاجبه اولا صحابي قرايبي، كل الناس اللي قريبه مني بدات تشجعني جدا انه ليه ما تعمليش لاين وتبداي اللاين بتاعك، بجد حاجتك حلوه قوي وعايزين نلبس الحاجات السيمبل دي. طب هسالك سؤال وتجاوبي بمنتهى الصراحه. اوكي. كل اللي شجعوكي دول لما عملتي البراند كلهم لبسوه واشتروا ودفعوا؟ اوكي. لا كده صح، كده اللي حواليكي 100 100، لان في ناس ثانيه فاهمه، ناس تقعد تشجعها 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 ويجي يفتحوا لا بيشتروا من عندهم ولا بيعملوا لهم دعايه، فانت محظوظه. لا انا لدرجه ان انا شجعت ناس صحابي يفتحوا يبداوا اللاين بتاعهم. اوكي. مامتي وقرايبي حتى على طول بيلبسوا من الديزاينز بتاعتي. اوكي. ذكرتي مامتك كذا مره، واضح انها مأثره عليكي قوي. أيوة. ودي حاجه حلوه قوي، بتساعدك في التصميمات، بتقول لك اه ده حلو ده. أوه. كوميرشال هيمشي ده مش هيمشي؟ اكيد. أوه. باخد رايها بصراحه في حاجات كتيره، او معظم الحاجات. انا مامتي زمان كانت موديل. اوكي. هي كانت برضو مع باباها، احنا كان فاميلي بيزنس كله الهدوم. جدي الله يرحمه كان عنده مصنع، وعندنا شوب في المهندسين، محل من 40 سنة. اسمه ايه؟ 6M. اوكي. ده من اوائل المحلات اللي فتحت في جامعة الدول. فخالتي وخالي وكل عيلة مامتي. يعني انتي طالعة في اسرة شغلهم فاشن، شغلهم صناعة موضة وصناعة ازياء. أيوة. فاللي انت بتعمليه ده مش غريب عليكي. اوكي. عشان كده انت عامله، طبعا انت بقالك كذا سنه وعامله طبعا حاجات بحرفيه، وانت عارفه متطلبات السوق، انت عامله الحاجه اللي تمشي. وطبعا عندك ميزه فظيعه في حاجتك، ويمكن في كتير من الديزاينرز دلوقتي في الحقيقه الجداد بالذات عاملين ده، ان انتوا عاملين حاجات هقول عليها ما لهاش علاقه بالموضه، هي ليها علاقه انها حاجات عمليه تتلبس السنه الجايه واللي بعدها. يعني دي اغلبيه الفساتين اللي شفناها دلوقتي، لو السنه اللي جايه او بعد 4 سنين اتلبست مفيش مشكله. بالظبط. ممكن يتحط عليها اكسسوارز، يتزود على حاجه، يتنقص، بس الموديل كلاسيك. انت قصده ده بالظبط. احنا يعني بالذات كتينيجرز او كالسن دلوقتي بيحبوا الحاجات اللي هو مور سيمبل بس اليجنت في نفس الوقت، شيك شكلها حلو وتقدر تعملها ديفرنت ستايلنج. طب انت بتشوفي برضو يعني كل ديزاينر بيبقى عايز يبيع، بس انت برضو بتبقي عايزه تفرضي بصمتك وشخصيتك على الكولكشن الخاصه بيكي. اكيد. فانت عامله الاثنين، كوميرشال حاجات تتباع وفي نفس الوقت فيها روحك انت. بحط التاتش بتاعي. ده اهم حاجه. طيب خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع هنشوف حاجات الكاجوال. اوكي. مشكله بعد الفاصل.
فاصل ونرجع لكم، خليكم على سمحت. النهارده منورانا في 4 شارع شريف استاذه فرح البربري، مصممه الازياء بكولكشن حلوه قوي عامله فيها مجهود، ويمكن هي من مصممين الازياء القليلين في مصر اللي عاملين حاجات سواري زي ما شفنا في اول جزء، وبعد كده شفنا دلوقتي الجزء الثاني الحاجات اللي هقولوا عليها كاجوال شيك وابريمي، دي ممكن تلبس برضو بعد الظهر. برحب بيكي مره ثانيه، ونزلوا لنا بقى الفيسبوك والانستجرام وكل الحاجات عشان ايه الناس تروح تشتري من عندها. بقى لي 5 سنين، يعني دلوقتي عندك ورشة ولا مصنع ولا بتصنعي في حتت؟ ورشة، يعني عندي ورشة صغيرة لسه. طبعا حابة جدا ان انا اشكر التيم بتاعي، لانه بصراحة من غيرهم مش هعمل اي حاجة خالص. بيدعموني كتير قوي، وانا بحاول ادعم يعني ابقى صبورة شوية في حاجات وكده، فان شاء الله ان شاء الله يعني هوبفلي اقدر اكبر. طب هسال سؤال. دلوقتي المصنع او الورشه او المكان او الناس اللي بتشتغل في السواري غير الناس اللي هتشتغل في الكاجوال، يعني اللي هيقعد العامل اللي هيقعد يعمل فستان سواري متطرز وفي ترتر وخرز وقصات مش عارف ايه، غير اللي هيقص بالتو او جوب زي اللي شفناه او بنطلون، فانت يعني كل ده في نفس المكان ولا في حاجات في الورشه دي وفي حاجات بتستعيني بورش اخرى؟ لا، في نفس الورشه. في ناس متخصصه للسواري وفي ناس متخصصه للكاجوال. لان اللي هيعمل ده غير اللي هيعمل ده تماما. ده وده عايز مكان وده مكان وده يعني الدنيا دي حقيقة. وانت برافو عليكي ان انت عارفه تعملي الاثنين وتطلعي الشغل بالنظافه دي. طب عايز اتكلم على الحاجات الكاجوال، وهقول عليها كاجوال شيك وابريمي دي بعد الظهر، والغالب عليها البالتو. البالتو اللي هو حاجات الجلد، احكي لي برضو عنها كده، واستوحيتي الحاجات دي ازاي وفكرتي فيها ازاي؟ احنا ترندي قوي الترنش كوت زي الوراكي، بكل الوانه. طبعا السنه دي سيلفر او الميتاليكس واخده الفضي والحاجات اللي بتلمع، واخده جزء حيز كبير قوي، حيز كبير قوي دلوقتي. واللي بيبقى حلو فيه ان هو يا ممكن تلبسه الصبح على تريننج، او برضو انا عامله ستايل كده اللي هو ساتس او اي حاجه كومفي الصبح تروح بيه، حتى لو هتروح بيه الشغل. وبالليل ينفع ابريمي دي وتلبس على سكيرت على حاجه جلد من تحت، فتخليه ممكن وهي نازله برضو بالسواري تبقى لابساه. طب من ضمن الحاجات برضو لفتت نظري قوي في الجيب بيد بول كده ابيض باسود، دي الخامه بتاعتها ايه؟ دي صوف. حلوه قوي قوي بصراحه. طيب نزلوا لنا برضو الفيسبوك والانستجرام مره ثانيه، البراند اسمه ايه بقى؟ باي فرح بربري. باي فرح بربري. بتصدري الحاجات دي بتطلع بره؟ بصراحه لسه، بس جالي اوردرز كتير بالذات السنه دي لحاجات بره.
يعني بلاد زي السعودية، لبنان. وشنا يبقى حلو عليكي بقى وجودك في اوروبا وامريكا كمان يا رب ان شاء الله. طيب زباينك مين او انت بتستهدفي مين؟ بنات صغيره، سيدات، ولا كله؟ يعني من اول العشرينات لحد late 40s يعني اواخر الاربعينات. في بيبقى ستيل عندي كالبلوتي وكده، ممكن يبقى في ايج اكبر من كده برضو. طيب اول جزء شفناه الفساتين سواري، هنقول عليها الحاجات البسيطه الكلاسيكيه. هل بقى بتعملي حاجات فستان فرح، فستان خطوبه وكده؟ عملت خطوبه كذا مره بس لسه ما دخلتش. عايزه تعملي فساتين افراح ولا مش عايزه؟ نفسي اعمل فساتين. نفسي المره الجايه فساتين افراح عشان نقسم بقى الطلعات كاجوال فساتين افراح وسواري. تعالي نشوف اخر جزء. يلا بينا مزيكا. شفت النهارده كولكشن حلو قوي في الحقيقه، وكمان ماشي قوي مع جو الاعياد اللي احنا فيه. شرفتينا يا فرح بجد. ثانك يو. هنشوفك على كولكشن الصيف ان شاء الله. اول ما تكون جاهزه كلمينا وتيجي تعرضيه عندنا وهنكون مبسوطين بيكي قوي. ميرسي قوي. ثانك يو. ميرسي. شكرا فرح البربري مساهمتك الاذاعه على وجودها معانا النهارده على الحاجات الحلوه اللي شفناها. اتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم. باي باي.